بنات كتيرين لاباس عليكم، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم غادي نوجدوا واحد الوصفه صحيه للقطط. غادي نحتاجوا فيها بطاطا، كرعة خضراء، خيزو، غادي نقطعهم مكعبات، وغادي نحتاجوا صدر الدجاج والشوفان. فخليكم معايا. فمن بعد ما سالينا تقطع، دابا غادي نديرو في كسرونه الماء يغلي كما كتشوفوا معايا، وغادي ملي غادي يغلي مزيان غادي نزيد فيه هادشي كامل. خليكم معايا. فمن بعد كما كتشوفوا الماء بدا كيغلي، غادي نزيدو فيه نديرو فيه الخضر، البطاطا، وهادي داك نديرو داك خيزو والقرعه. ملي غادي يبداو يطيبوا واحد 3 دقائق، يديروا نص طيبه، عاد نزيدوا المكونات الاخرين. خليكم معايا بنات. اكيد الى عجبكم الفيديو ما تنساوش توقفوا الفيديو، ديروا اشتراك في القناه، وديروا لايك، وتكتبوا لنا في التعليق الى عجبك الى بغيتوا ندير لكم شي فيديوهات اخرين. ودابا غادي كما كتشوفوا الخضره طابت نص طيبه، غادي نزيدو الشوفان، ومن بعد غادي ملي غادي يطيب شويه الشوفان، عاد غادي نزيدو معها صدر الدجاج. خليكم معنا. هذا هو القوام ديالو، كلشي طاب. دابا غادي نحطوه ليهم في الطبسيل كما كتشوفوا، حطيتوه لهم في الطبسيل، وغادي نشوفوا ردة الفعل ديالهم واش يعجبهم ولا لا. هما كتعجبها بس كتاكل. هاد الوصفه كتزيد الوزن بواحد الشكل هائل، كتلاحظوه في ظرف اسبوع. كتعطيه للقطه ديالكم 2 مرات في السيمانه، صحي بزاف للقطط اللي راهم حاملين، والقطط الصغار اللي بغى القطه ديالو تزيد في الوزن. هذا زوين بزاف.